مبروك مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا ابو النصر. حنا ما ندري انت العريس ولا هاللحيه الغانمه، ما شاء الله تبارك الرحمن الشيخ. بعدين يا ابوي اليوم معنا رجال والله تنه واحد من عيال ربيع ما شاء الله. هذا نحسبه من عيالنا ولا احسبه على رب العالمين؟ احسبه من عيال والله يفك بالناك اللي يفكر النمر. اي والله بعد من عيالنا. اي والله ابو عبد الله عليكم الشجاع. هذا باقه زواج النساء، وهذه يا ابو ربيع باكج زواج الرجال ان شاء الله يوم الثلاثاء والليله كلها فراح يا عريس. هذا باكج ليله الدخله. يا سلام يا سلام. كلها نخليها اليوم عند زواج النساء. انا مالي شغل. كلها نخليها يا ابو عبد الله اليوم عند تم يا ابو عبد الله. تم والله ما خليها. يا اني اليوم اسوي باقه اقوى من يوم عرسك يا غازي، ولكن من طيبك تبي عرس اخوانك يصيرون اطيب من عرسك. نعم. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. يستاهل الدكتور، يستاهل. انت ما قصرت معهم لا في التجهيز ولا حتى في الباقه. الحين ما قصر وانت ما قصرت كمان. انت برضه اخوان عظيم قوي اقوى من غازي. ابوي انت تدري انك ورطت الرجال يا ابوي. المفروض انه جايب ثلاث باقات هذا اليوم النساء كلها معانا. الباقه الثالثه ويش هي؟ اكثر العطور اللي حنا نحبها عطر البرايفت الاحمر. يوهو هذه عطور ليله الدخله. الله يا سلام. هذا العطر به ابو عبد الله من لا يدوس الراي قبل ما ديس عليه دسوها العيال قرومي. هاي اليوم تماما يا ابوي العطور فخمه والرجال مسوي خطه دمرته. يا جماعه خلونا نعلن لو سمحتوا. لا ما دمرته ان شاء الله لعز وكرامه. والله ابو عبد الله اختيارات ليله الدخله صراحه منصف. انت عطر نسائي وعطر رجالي. بعدين برايفت عاد وش اخذ نسائي؟ اخذ خيال يا غازي. والله ابو عبد الله اختيارات ليله الدخله صراحه منصف. انت عطر نسائي وعطر رجالي. بعدين برايفت عاد وش اخذ نسائي؟ اخذ خيال يا غازي. والله ابو عبد الله اختيارات ليله الدخله صراحه منصف. انت عطر نسائي وعطر رجالي. بعدين برايفت عاد وش اخذ نسائي؟ اخذ خيال يا غازي. برايفت ايش؟ غني عن التعريف، يعني حرام حتى تفك وتعطرني. يعني عارفين وحافظين ومخلصين منه. بس بقول لك شيء، هذا العطر انا مخلص منه ثلاث علب، والله اني مخلص منه خمس علب. ابو شو كان يصور على التسريحه ثمان علب تخيل. قسما بالعطر والله العظيم يا غازي اني يوم من حلوه 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 التعبير ذا يا غازي. والله يا غازي اني يوم من الايام اني رايح من فرع دخول كان في جده ما كان عندنا في الطائف اني شاري منه 13 علبه. 13 علبه والله اني شاري 13. هو يدري ابو عبد الله والله ما خليت صديقي لي عزيز ما اعطيت عطر. يا غازي قسما بيات الله ان متى يا ابو عبد الله والاعلان سوينا عندك؟ يا ايام كورونا 2020 والله ما طلع من بيتي الى يومك ذا. لانه من اجمل العطور اخواني وخواتي اللي زوجها يلبس شماغ باستمرار، اخوي الغالي اللي تلبس ثوب وشماغ باستمرار، هذا اجمل عطر رجالي بالنسبه لغاز الثياب. والله خطير يا غازي. شوف ايش بختار نسائي خيال. قفل اقول لك، اقول لك الليله مبروكه. اليوم من الاخير عجاب، من الاخير. انا جيتك من الاخير اليوم وجيتك في ثلاث باقات فيها ستة عطور. بيض الله وجهك. خيال عطر نسائي فاخر من الاخر. هذا يعتبر ممكن تهديها زوجتك سواء في ليله الدخله ولا في حتى زوجاتنا يستاهلون. اوقات اخرى اوقات اخرى ما مختصره على اي وقت. اي وقت اخذوا وقت. ابوي توحين يهدي لامي. لا ما في ما في امه. عبد الله وش الباقه الفخمه هذه؟ بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا ابو عبد الله، وعدتني قلت عرسك بيكون مختلف ومن جد من بدايتها شيء مختلف. والله يا ابو عبد الله انك طيب ما يجي من كلام. في مناسبه مختلفه. الست منتجات سعرها قريب ال 2000 ريال. اليوم دخول الاماراتيه تقول لك ان الست كلها بقيمه عطر واحد. بيض الله وجهك. شيء من الاخير. لحظة ست منتجات من قريب ال 2000 ريال الان تاخذها ب 394 ريال شامل الشحن والضريبه. انا بغيت اطيح. شامل الشحن والضريبه. شوف كيف بغى يطيح غازي في الواقع.
ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عبد الله. العب العب ابو عبد الله العب. ما لي بعرفه بس يلا بلعب. العب دكتور وانسابه ما شاء الله. الله يوفقك شجاع ويسعدك وحياة سعيدة. آمين. ويا بنتي وانت ولدي والله اني يسعدك ان شاء الله. احنا ما نزيد السمن الا عسل. والله يوفقكم ان شاء الله. آمين. بيض الله وجهك يا عمي. جم الله حالك. اكيد اكيد ما شاء الله على انسابك اليوم يشجع ما شاء الله. غانم كيف حالك؟ والله بخير. اقبلك يا غانم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما شاء الله. عبودي كيف حالك؟ خير الحمد لله. ان شاء الله. حازم احمد بن حنبل في يوم زفاف ولده عطى نصايح. يقول اولا لا تكن هينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر، والثاني يقول ان النساء يحبن الدلال واكثر منه، فخلك رومانتك وانا اخوك لا تفكر على زوجتك. اسمع اسمع. اول رومانسيه بمناسبه زواجك اليوم المضيع حجازيه. تعال العين مكيه الحشا، عراقيه الاطراف، روميه الكفل، تهاميه الابدان، حبسيه اللمى، خزاعية الأسنان، درية القبة. ويسلم أهل الدار. هلا يا أبو النصر. قبل لا تدخل على زوجتي، قبل لا أدخل على زوجتي هات خشمك. يسلم يا أبو النصر. أخوك الدكتور غزال تم زوجتي. الله يكرمه. والعاقبة عندي. بتزوج أحمد. وإن شاء الله تلقاها في عياننا بعد 20 سنة ما ينسونها لك. الله يسلمك عافيك، ومهما قلت شهادتك مجروحة فيني. وانا اخوك وما سويت هذه فلا خير فيك. كفو يا ابو النصر. انا بعطيك كلمتين قبل لا تدخل مع هالباب وتدخل على بنت عمك. اسلم. حط في راسك ان اهل العروس ام العروس اهلها ما يسعون ان حياه بنتهم تتدمر، فلا تتكهرم من اهل العروس. زي ما انت حنا يا اهلك امي وانا واخوانك نسعى ان حياتك تستمر وتطلع ما احلى منها، هم نفسنا. هذا الامر الاول. الامر الثاني وانا اخوك، أنت الحين بتدخل تسلم على عروستك وتصورون وتنبسطون وحياة سعيدة يا رب العالمين يا رب. لكن انطع تشار أخوك والأمر بكيفك.
انطي شور اخوك، لا سلمت وخلصت اخذ اهلك ورح، خل الوالده تجي ويا وظيفانها وينبسطون، لان ما ودي والله العظيم منك بحلى حله انت وزوجتك والحضور يتفرجون فيكم، لا ممكن تجيكم عين. ابا الوالده تستانس يا ابو ربيع، ولدها خلت تستانس. اي بس بس وانا اخوك انا خايف عليكم من العين، الحضور بعضهم بيحضر، زوجها تعبان، زوجها متوفي، الناس عندهم مشاكل. هاني يطلع في السناب وش السناب، خل السناب غير، رونالدو وميسي عانهم كل يوم في التلفزيون، ما خلوا ولا مباراة ما لعبوها وكسروا الدنيا لهم 20 سنة ما جتهم، العين تجي على أرض الواقع ما تجي من وراء الشاشات. الأمر الثاني وأنا أخوك، الناس اللي جايين ضيوف من برا أنا أشوف إنها مو من المنطق إنك تنزف عندهم أنت وعروستك، تدري ضيفانا وناس جايين من بعيد وناس ما يقربون لك ولا هم محرم لك، لا خلصت الحين صورت مع اهلك توكل على الله هذا شوري وانت بكيف، تدري يا ابو تبى تنزف في وسط الناس وفي وسط الحضور اللي يريحك، انا هذه نصيحه اخو وانت بكيف. اقول تدري تبى تبى العلم اكيد، والله شورك وهدايه الله يا ابو النص. كفو كفو يا ابو ربيع، الله يوفقك، هذا خير سعيده.